بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في خدمة دروس، وأقدم لكم درسا جديدا للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني لمادة الكيمياء. وموضوع درسنا هو بطاريات تخزين المركم الرصاصي وبطاريات الليثيوم. أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر بن نيك. سنتعلم اليوم أن نعرف بطاريات تخزين المركم الرصاصي، أن نصف تفاعل أكسدة نصف الخلية عن الأنود في بطاريات تخزين المركم الرصاصي، أن نذكر مميزات بطاريات الليثيوم. لماذا نلجأ للعمل الظاهر في الصورة؟ طبعا هذا العمل هو إعطاء إعطاء البطارية اشتراك من بطارية أخرى، بطارية منتهية إلى من بطارية الجديدة حتى تعمل أو تعمل السيارة على البطارية الجديدة، الاشتراك. نعم، تكلمنا فيما مضى في الدروس الماضية عن أنواع أخرى من البطاريات، وذكرنا بطاريات الخارصين الكربون، وذكرنا بطارية الألكالاين القلوية، ثم ذكرنا بطارية الفضة، وكنا وصلنا فيها إلى أن الجهد المستخدم هو 1.5. اليوم ندخل في بطاريات تخزين المركم الرصاصي اللي تشاهدون أمثلة عليها في الصورة، اللي هي تسمى أو تستخدم في في أشهر استخداماتها هي بطاريات السيارات، هي بطاريات السيارات. نعم، شائعة الاستخدام في السيارات، و مكونات بطارية السيارات كما ظاهر لكم في الصورة تتكون من 6 خلايا، تولد كل خلية واحدة 2 فولت. كان عندنا 1.5، أصبح الآن عندنا الخلية الواحدة تنتج 2 فولت، ولأنها تحتوي على 6 خلايا كما تشاهدون في الصورة، 1 2 3 4 5 6، 6 خلايا، كل خلية تنتج 2. إذا ما ينتج عن البطارية والمركم الرصاصي هو كليا 12 فولت، هو 12 فولت. وأنتم تعرفون مما سبق أن لكل خلية سنستخدمها جلفانية لابد أن يكون لها، نعم لابد أن يكون من مكوناتها الكاثود والأنود والمحلول الموصل وإلى آخره، سنراها الآن في بطارية أو في بطارية سيارات أو في بطارية تخزين المركم الرصاصي. من مكوناتها الأنود، والأنود هو عبارة عن خلية من شبكتين من الرصاص مملوءة بالداخل برصاص اسفنجي. هذا كل خلية، وهذه متكررة 6 مرات في المركم الرصاصي. أما الكاثود فهو عبارة عن شبكة واحدة من الرصاص المملوءة بأكسيد الرصاص تولد كل واحدة منها. إذن هذه هي الكاثود، صفائح من أكسيد الرصاص، صفائح من أكسيد الرصاص. إذن مكوناتها أنود، شبكة من الرصاص مملوءة برصاص اسفنجي، والكاثود هو عبارة عن شبكة واحدة من الرصاص المملوءة بأكسيد الرصاص، المملوءة بأكسيد الرصاص. يسمى هذا النوع من البطاريات بطاريات الرصاص أكسيد الرصاص. لماذا؟ نعم، لأننا نستخدم الرصاص أكسيد الرصاص، كما نسمي البطاريات الخارصي الكربون نسمي أيضا هذه رصاص أكسيد الرصاص. أما الاسم الأكثر شيوعا لها فهو بطاريات الرصاص الحمضية. طبعا لماذا؟ لأن المحلول الموصل في البطارية هو محلول حمض الكبريتيك، وهو عبارة عن سائل، ولذلك هي بطارية غير جافة لأن في داخلها سائل، في داخلها سائل. إذن الاسم الأكثر شيوعا هو بطارية الرصاص الحمضية. لماذا؟ لأن المحلول الموصل فيها هو حمض الكبريتيك، هو حمض الكبريتيك H2SO4 هو المحلول الموصل، تملأ بالأسيد ثم يضاف الماء.
تفاعلات بطارية تخزين المركب الرصاصي، نأخذ أولا التفاعل الذي يحدث عند الأنود، ونحن متعودين على أن ما يحدث عند الأنود هو أكسدة، أي فقد الإلكترونات، الرصاص في الكاثود في الأنود مع كبريتات، ينتج لي كبريتات الرصاص زائد 2 من الإلكترونات. هذا تفاعل نصف خلية اللي يحدث عند الأنود، وهو أن الرصاص يتفاعل مع كبريتات الرصاص منتجا كبريتات الرصاص، وينتج عن هذا التفاعل أو هذا التكوين إلكترونين، وهذا هو نصف تفاعل الذي يتم عند الأنود. ويتأكسد الرصاص في هذه الحالة، لاحظوا هنا الرصاص سيكون عدد الأكسدة صفر لأنه عنصر نقي، وهنا سيصبح الرصاص موجب 2، سيصبح الرصاص موجب 2، فانتقل الرصاص من صفر إلى موجب 2، إذن فقط إلكترونين. أما تفاعل نصف الخلية عند الكاثود فهو عملية اختزال وهي كسب إلكترونات، وتحدث أن أكسيد الرصاص في الكاثود في وجود الحمض والكبريتات واكتساب إلكترونين من خلال تفاعل الأكسدة ينتج عن كبريتات الرصاص زائد الماء، كبريتات الرصاص زائد الماء. ماذا تلاحظون على نصف تفاعل أكسدة والاختزال النواتج؟ ممتاز، فيهم شيء مشترك، ممتاز فيهم شيء مشترك اللي هو الكبريتات، ممتاز. وفي هذه الحالة يختزل الرصاص من موجب 4، لأن الأكسجين هنا سالب 2 في 2 سالب 4، إذا الرصاص لازم يكون موجب 4، وهنا الرصاص موجب 2، فهو يتأكس فهو يختزل الرصاص من حالة تأكسد أو عدد تأكسد موجب 4 إلى عدد تأكسد موجب 2 إلى عدد تأكسد موجب 2. أما التفاعل الكلي الناتج عن عملية الجمع، فلما نجمع هذا التفاعل سنشطب الإلكترونات مع الإلكترونات، نعم، وسنجمع الكبريتات مع الكبريتات ليكون الناتج في النهاية لاحظوا هنا جمعنا الكبريتات مع الكبريتات أصبحت 2 SO4 سالب 2، أما الرصاص وأكسيد الرصاص والحمض فأنزلناها كما هي، أما النواتج فهي أيضا لاحظوا تكرر مرتين فنقول 2 PPSO4 زائد الماء، زائد الماء. هذا هو التفاعل الكلي للخلية بعد شطب المتشابهات، بعد شطب المتشابهات في مكانين مختلفين، هذه نواتج متفاعلات شطبت، أما هذه وهذه فهي في المتفاعلات جمعت، وهذه مع هذه في النواتج فجمعت. ماذا تلاحظ على نصفي التفاعل اللي هو تفاعل الأكسدة والاختزال؟ قلنا قبل قليل بالنسبة لتفاعل الأكسدة وبالنسبة لتفاعل الاختزال يوجد شيء مشترك بينهما، نعم، في النواتج، وهو أن كبريتات الرصاص هي ناتج في الأكسدة وناتج في الاختزال، وبالتالي تكون في العمليتين موجودة في النواتج، موجودة في النواتج فجمعت قبل قليل. وكذلك من الأشياء اللي موجودة في بطارية تخزين المركب الرصاصي أن أكسيد الرصاص والرصاص وكبريتات الرصاص مواد صلبة، مواد صلبة، ولهذا تكون مواد المتفاعلة والناتجة في الأماكن المطلوبة سواء كانت البطارية في حالة استعمال أو شحن، يعني المواد باقية في مكانها ما تتغير، ولذلك البطارية سواء كانت في حالة شحن أو في حالة استعمال هذه المواد الصلبة موجودة في أماكنها لا تتغير في الشرائح الموجودة لا تتغير، ولهذا تستعمل في عملية الشحن و أخذ الإلكترونات منها لتشغيل السيارة. عندما تستعمل بطارية في عملية التشغيل، أن تستخدم البطارية عملية تشغيل السيارة تستخدم البطارية، ثم بعد ذلك إذا اشتغلت السيارة تصبح البطارية تشحن. ما هو دور محلول حمض الكبريتيك؟ طبعا دور محلول حمض الكبريتيك فيها هو موصل للبطارية، وموصل كما كان في الأسلاك وفي القنطرة الملحية تقوم بتوصيل أيونات والأسلاك توصل الكهرباء، يقوم محلول الكبريتيك حمض الكبريتيك بالموصل، وهو أثناء عملية التوصيل يستهلك في أثناء توليد التيار البطارية التيار الكهربائي كما توضح المعادلة. ماذا يحدث عند إعادة شحن البطارية؟ يعني بعد ما تشغل السيارة باستخدام البطارية ماذا يحصل بعد ذلك إذا اشتغلت السيارة؟
بعد ذلك يصبح التفاعل في هذه الحالة عكسيا، يعني التفاعل اللي شفناه قبل قليل واللي هو التفاعل كل خلية من اليسار اليمين هذا التفاعل التشغيل، ومن اليمين إلى اليسار هو تفاعل الشحن، وتفاعل الشحن سينتج عنه الرصاص وأكسيد الرصاص وحمض الكبريتيك كما هو موضح. طبعا حمض الكبريتيك اللي هو اتش موجب والاس او 4 سالب 2 في التفاعل الكلي لهذه الخلية تدريب رقم 1. تستخدم بطاريات تخزين المركب الرصاصي في السيارات لأنها تزود المحرك بطاقة ابتدائية عالية جدا في البداية. كم قلنا؟ كم تزودنا البطارية في كل خلايا؟ نعم، ب 12 فولت. ممتاز. طيب تمتاز بأن لها زمن حط طويل قبل البيع، صحيح أم لا؟ أيضا صحيح. يمكن استخدامها عند انخفاض درجة حرارة ولا ما يمكن استخدامها؟ يمكن استخدامها. إذا الحل الصحيح هو نعم، هو جميع ما سبق. الحل الصحيح هو جميع ما سبق، لأن كل هذه من مميزات بطاريات تخزين المركب الرصاصي. تدريب رقم 2. يتأكسد الرصاص أو بي بي عند الأنود من الحالة كذا إلى الحالة كذا في كبريتات الرصاص حسب التفاعل أمامنا، من واحد من موجب واحد إلى موجب 2، من صفر إلى موجب 2، من صفر إلى موجب 3. قلنا أنه نعم من صفر إلى موجب 2، من صفر إلى موجب 2، من صفر إلى موجب 2. التدريب الذي يليه. يعمل عمل محلول موصل بالبطارية، يعني يوصل للبطارية، هل حمض الخل ولا حمض النيتريك ولا حمض الكبريتيك ولا حمض الكلور؟ نعم ممتاز، هو حمض الكبريتيك. ممتاز، هو حمض الكبريتيك الذي يعمل كموصل في بطاريات تخزين المركب الرصاصي. التدريب الذي يلي. يحدث عند إعادة شحن البطارية أن التفاعل الكلي الخلية يصبح طرديا لينتج الرصاص وأكسيد الرصاص وحمض الكبريتيك، يصبح التفاعل عكسيا لينتج الرصاص وأكسيد الرصاص وحمض الكبريتيك، يصبح التفاعل تلقائيا لينتج الرصاص وأكسيد الرصاص وحمض الكبريتيك. الحل الصحيح والاختيار الصحيح هو أن التفاعل يصبح ممتاز، يصبح عكسيا، يصبح التفاعل عكسيا، أي أن المواد المتفاعلة تتفاعل مع بعضها وتنتج المواد الناتجة إذا كان هناك إعادة لشحن البطارية. النوع الثاني لهذا الدرس هو بطاريات الليثيوم. كان النوع الأول بطاريات تخزين المركب الرصاصي، النوع الثاني بطاريات الليثيوم. وأذكركم فقط لما أخذنا السلسلة الكاروكيميائية للاختزال لجهود الأقطاب كان الليثيوم هو نعم هو الأول فيها، وكان هو أقلهم جهد اختزال، نعم تميز بأنه أقل جهد اختزال. إذن لماذا وقع اختيار المهندسون على عنصر الليثيوم كمادة لإنتاج البطاريات أو صنع بطاريات؟ لعدة أسباب، كان من أهمها أن عنصر الليثيوم هو أخف فلز كوزن، وهذا شيء ضروري في عمليات الصنع، نحتاج أن تكون البطارية خفيفة. الأمر الآخر أن الجهد القياسي في الاختزال هو أقل العناصر، ولهذا فائدة أنه لما نبغى نجيب الجهد نطرح نعم نطرح جهد اختزال قطب اللي يحصل عليه أكسدة من جهد اللي يحصل عليه اختزال، وبالتالي إذا كان جهد الاختزال قليل لعنصر الأكسدة فهذا يفيدنا في أن الجهد سيكون أكبر، الجهد سيكون أكبر، وهذا ما نبحث عنه في البطاريات أن نستفيد منها بجهد عالي. طبعا بطاريات الليثيوم تولد بطارية الليثيوم اللي تتأكسد الليثيوم على الأنود تقريبا 2.3 أكثر من البطاريات المشابهة، وتؤدي إلى تأكسد الخارصين، يعني لو استخدمناها مع الخارصين سيولد 2.3، وهذا جهد عالي لبطارية بحجم صغير، بطارية بحجم صغير. لاحظتوا بطارية أو عندما استخدمنا بطارية الخاصة الكربون كانت 1.5، هذه 2.3 اللي هو جهدها، وهذا يميز بطاريات الليثيوم أن الجهد اللي تنتجه هو جهد عالي مقارنة بالبطاريات الأخرى المشابهة لها. سنقارن الآن بين نصف تفاعل تأكسد الخارصين والليثيوم وجهود اختزالهما. طبعا الخارصين عندما يتأكسد سيتأكسد الأيون الخارصين واثنين الإلكترون، ويكون جهد هذا القطب هو 762 من 1000 بالسالب، يعني
إيه ممتاز، سالب 762 من 1000. أما جهد الليثيوم وهو يتحول من الليثيوم لليثيوم موجب واحد ويعطيني إلكترون واحد فقط، فإن جهده سالب 3.4، أقل بكثير من الخارصين. ولذلك عندما نضع الليثيوم مع الخارصين في خلية جلفانية سيكون الخارصين هو نعم هو الكاثود، وسيكون الليثيوم هو الأنود لأنه أقل جهد اختزال. ولما تطرحهم من بعض ستحصل على أن جهدها يساوي جهد هذه الخلية المكونة من الخارصين والليثيوم، سيكون الخارصين مطروحا منه الليثيوم، والليثيوم طبعا سالب في سالب سيصبح بالموجب، ويكون جهد الخلية 2.28. يعني عندما نضع خلية من الليثيوم والخارصين سيكون جهدها بالموجب، سيكون جهدها بالموجب. لماذا؟ لأن جهد الليثيوم ضعيف جدا وهو أقل العناصر، ولهذا يكون الجهد الناتج عن هذه الخلية عالي 2.28 فولت. كيف يمكن لبطاريات الليثيوم أن تكون أولية أو ثانوية؟ يعني من خلال هذا السؤال تفهم أن أيوة ممتاز، أن بطاريات الليثيوم ممكن تكون أولية وممكن تكون ثانوية. أذكركم ما معنى القصد بأولية، هو أن نستخدمها مرة واحدة ولا يعاد شحنها، أما الثانوية فهي يمكن شحنها. وبطاريات الليثيوم يمكن أن تكون أولية ويمكن أن تكون ثانوية، لكن كيف؟ هذا يعتمد على أي تفاعل اختزال تم دمجه مع تأكسد الليثيوم. طبعا مهما وضعت من أي قطب موجود في السلسلة الكهروكيميائية التي أعطيت لك سيكون دائما الليثيوم نعم يحصل عنده تأكسد لأنه أقل العناصر جهد اختزال. بطاريات الليثيوم وهي تمتاز بأنها ذات وزن خفيف، لأن الليثيوم قلنا خفيف، وتخزن كمية كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها، بالنسبة لحجمها. إذا مميزات بطاريات الليثيوم، تستخدم في الأجهزة الكهربائية الصغيرة لأن الليثيوم أخف فلز معروف، تولد بطارية الليثيوم 2.3 فولت نتيجة الأكسد الليثيوم أكثر من البطاريات المشابهة بسبب أن لها أن للليثيوم أقل جهد اختزال مقارنة بالفلزات الأخرى. يعني من جعل جهد بطارية الليثيوم عالية هو الليثيوم نفسه لأن جهد اختزاله أقل جهد اختزال مع العناصر الأخرى أو الفلزات الأخرى. وأيضا من مميزاتها أن تستمر بطاريات الليثيوم لفترات طويلة أكثر من البطاريات الأخرى، لذلك تستخدم في الساعات والحواسيب وآلات التصوير. إذا أمثلة استخدام بطاريات الليثيوم، أولا في الساعات على شكل أقراص طبعا، وفي الحواسيب، وأيضا في آلات التصوير، وأيضا في آلات التصوير. كل هذه أمثلة على بطاريات تستخدم الليثيوم والتي يعاد شحنها. طيب تدريب رقم 5، يمكن لبطاريات الليثيوم أن تكون أولية أو ثانوية أو أولية وثانوية وجميع ما ذكر. نعم يمكن لها أن تكون جميع ما ذكر، يعني يمكن تكون بطاريات أولية ويمكن تكون بطاريات ثانوية، يمكن أن تكون بطاريات أولية ويمكن أن تكون بطاريات ثانوية. التدريب اللي بعده، يعمل محلول حمض الكبريتيك في بطاريات تخزين المركب الرصاصي على أنه موصل بالبطارية ويستهلك في أثناء توليد البطارية للتيار الكهربائي، كاثود ويستهلك في أثناء توليد البطارية للتيار الكهربائي، أنود ويستهلك في أثناء توليد البطارية للتيار الكهربائي. الحل الصحيح هو نعم هو موصل، إذن حمض الكبريتيك موصل في البطارية، موصل في البطارية. تقويم، اذكر بعض مزايا بطاريات الليثيوم. طبعا قلنا قبل قليل نعم خفيفة الوزن، جهدها نعم جهدها عالي ممتاز، تخزن نعم تخزن طاقة عالية، أيضا تمتاز بأنها ذات وزن خفيف، تنتج تيارا ذا جهد يساوي 3 فولت مقارنة بواحد نص لخلايا الخارصين والكربون، وتستمر بطارية الليثيوم فترة أطول من أنواع البطاريات الأخرى المشابهة لها، ثم أنها تخزن كميات كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها. هذه من مميزات بطاريات الليثيوم. تعلمنا في درس اليوم النوع الجديد من البطاريات وهي بطاريات تخزين المركب الرصاصي وبطاريات الليثيوم. أخذنا بطاريات تخزين المركب الرصاصي أنها تستخدم في السيارات وأنها تحتوي على
ست خلايا، كل خلية تولد 2 فولت، وأن التيار الناتج عن الخلية 12 فولت، يعني 12 فولت ناتج عن ست خلايا وليس عن الخلية الواحدة، وإنما ينتج عن ست خلايا. ثم أخذنا بعد ذلك بطاريات الليثيوم، وقلنا أنها تمتاز بطاريات الليثيوم بأن وزنها خفيف وتخزن كمية كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها، وأن جهدها عالي بالنسبة للبطاريات المشابهة لها، ولكن من أهم ميزاتها هو الوزن الخفيف والجهد العالي بالنسبة لمثيلاتها. انتهى الدرس، أتمنى لكم الفائدة. تستطيعون التواصل أو لمزيد من الدروس عبر العناوين الظاهرة. أراكم في درس قادم، مع السلامة.